في عنا درس جديد يا بيسان. بيسان عنا على اللوح درس جديد بدرس العلوم اللي هو أعضاء جسم الإنسان. إيش يعني يا مس؟ يعني إحنا بدنا نشوف إحنا كإنسان شو إلنا أعضاء. طيب طلعوا علي مس، وين رأسكم؟ وين إيه؟ حطوا لي إيديكم على رأسكم. بيسان إيدك على رأسك، عينك علي. وين رأسكم؟ وين رأسكم؟ ممتاز. أحمد غرايبة، وين رأسك؟ خبيلي الأشياء. طيب أشوف وين رأسكم؟ وين رأسك يا جوليا؟ وين رأسكم؟ ممتازين أحسن. لأ يا مس، هون عنا جزء اسمه الرقبة. الرقبة بتكون وين؟ بين رأسنا وإيش؟ كتافنا. أشوف حطولي إيديكم على رقبتكم. وين رقبتكم؟ وين رقبة؟ يا محمود وين رقبتكم؟ برافو. وين الرقبة؟ وين الرقبة؟ وين الرقبة؟ وين رقبتك؟ حطي ايدك على رقبتك. وين رقبتك يا بيسان؟ الماء، ممتازة. سيرين شيليها من تنك يا مس. برافو. الياس وين رقبتك؟ طيب هلا مين الشاطر اللي يحكي لي يا سيرين احنا بشو نكتب؟ بشو نكتب؟ بايش؟ باي جزء؟ بالايد. احسنتم. وين ايدكم؟ ارفعوا لي ايدكم. وين ايدكم؟ برافو عليكم. طيب مين يحكي لي الشاطر؟ احنا وين نلبس الشنطة؟ على شو؟ على ظهرنا. على ظهرنا. وين ظهرنا؟ حطوا لي ايديكم على ظهركم. ورا 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 ورا. وين ظهركم؟ وين ظهركم؟ وين ظهركم؟ ممتازين. شوفوا لي هي الظهر، هاي جزء الظهر بيجي من ورا. طيب وين صدركم؟ الصدر، وين الصدر؟ حطوا لي ايدكم على صدركم. صدرنا فوق، فوق الصدر. هون 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 الصدر. يلا يا ياسمين برافو عليكم. طب وين بطنكم اللي بتاكلوا فيه الاشياء الزاكية؟ وين البطن؟ احسنتم. وين بطنك يا محمود؟ وين بطنك؟ برافو ممتازين. طيب احنا بشو نمشي؟ على شو نمشي؟ على شو؟ على رجلين يا ملاك. وقفوا على رجليكم اشوف. وقفوا على رجليكم. وقفي على رجليك يا بيسان. وقفي على رجليك. تالين وقفي على رجليك. الياس وقف على رجليك. يلا احسنتم. احنا رجلينا نستخدمهم في شو؟ في المشي. احسنتم. اذا اعضاء جسم الانسان، عيدوا من وراي. راس، رقبة، ظهر، صدر، بطن، يد، رجل. عفوا قدم، قدمنا اللي هي رجلنا. ماشي يا مس؟ احسن. شكرا انك جبتي لنا لعبة على اعضاء جسم الانسان. ماشي.